في ظل التحولات العالمية وفي سياق يعرف تنامي السلوكيات المنافية للدين الإسلامي، عكف المشاركون في المؤتمر الدولي حول تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية على تشريح مكانة هذه المادة في المنظومة التربوية للدول الإسلامية. حاولنا في هذا المؤتمر أن نجمع أكثر المشتغلين بتطوير تعلمية هذه المادة وتدريسها ومضامنها لنطرح القضايا التالية، وهي أولاً كيف نستطيع أن نوفق بين الخصوصية الدينية التي ننتمي إليها والخصوصية الكونية، بين ما هو وطني وما هو كوني. هناك قيم عالمية، التسامح إلى آخره، وهذه القيم كيف تكون موجودة في التربية الإسلامية؟ أي أن التربية ينبغي أن تكون تربية أخلاقية تعلم المواطن كيف يكون مواطنا صالحا وعالميا في نفس الوقت. المؤتمر الدولي الذي نظمه المجلس الإسلامي الأعلى تطرق إلى تجربة الجزائر التي تعد من بين الدول التي اهتمت بإصلاح منظومتها التربوية وتبحث عن آفاق تطوير تدريس التربية الإسلامية لتدارك النقائص. النقائص راهي موجودة بكثرة. أولاً الذين يدرسون التربية الإسلامية غير متخصصين في التربية الإسلامية، إلا القليل قليل، فهم أغلبهم خاصة في السنوات الماضية أغلب الذين يدرسون التربية الإسلامية هم أساتذة اللغة العربية. احنا لا نستهين بهؤلاء الناس ولا نقلل من أهميتهم وكفاءتهم، لكن يبقى دائما التخصص، لا بد من التخصص. كتاب المدرسي الجزائري في المنظومة التربوية الجزائرية لا نجد هناك نصوص، أو نجد هناك مثلا علماء أو مفكرين أو علماء دين من الجزائر. تغيير في المنهجيات بحيث أن التلميذ يدرس ماذا يدرس في الابتدائي وماذا يدرس في المتوسط والثانوي، أن نبعد مثلا مواضيع التي تتعلق بالموت والآخرة، هذه أو المواضيع المجردة كقضية قضايا الغيبيات نؤخرها إلى الثانوي ونبدأ بتعلمه القضايا الأخلاقية وكيف يكون إنسان يستطيع الحوار والمناقشة مع الآخرين دون أن يكون فيه أفكار للتطرف. الندوة كانت فرصة للتعرف أيضاً على تجارب الدول الإسلامية ومستوى تدريس التربية الإسلامية في منظومتها التربوية. من خلال التجربة التي عشناها في سوريا، من خلال الإرهاب والتطرف الذي ضرب في سوريا، نحن نرى بأن تدريس مادة التربية الإسلامية وأن تطوير المناهج الشرعية كذلك الأمر هو أمر مهم جدا لنا في سوريا ولكل الدول العربية والإسلامية، لأن البديل عن عدم تدريس التربية الإسلامية هو أن نترك الأقبية المتطرفة وأن نترك الجماعات المتطرفة هي التي تعلم الدين. هذا وخلص المشاركون إلى أن تطوير تدريس التربية الإسلامية من شأنه بناء أجيال واعية بمرجعية مجتمعاتها وهويتها التاريخية والثقافية والوطنية.